بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 133. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب الإقرار بمشارك في الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. الإقرار هو الاعتراف، والمشارك في الميراث هو المشارك في الإرث من الميت الذي يدخل مع الورثة. والإقرار تثبت به الحقوق. الإقرار تثبت به الحقوق، وهو الاعتراف. فمن اعترف بحق لأحد فإنه يلزمه أداؤه والوفاء به، مؤاخذة له باعترافه. فإذا أقر الورثة كلهم بشخص مشارك لهم في الإرث من الميت، فإنه يثبت الميراث لهذا المقر به، وتثبت مشاركته لهم بموجب اعترافهم. ولكن هذا بشروط: أولاً، أن يكون المقر به مجهول النسب. فإن كان المقر به معروف النسب فإنه لا يثبت الإرث، لأنه معروف النسب فلا يثبت له نسب غير نسبه المعروف. لا يثبت له نسب غير نسبه المعروف. والشرط الثاني: أن يصدقهم المقر له، يصدقهم بهذا الإقرار على أنه صحيح، إذا كان المقر له أو المقر به مكلفا، فلا بد أن يصدق. فإن كذبهم وقال: أبدا، أنا لست منهم ولا لي صلة بالميت، فإنه ليس له حق، لأنه مكذب لهم. أما إن كان غير مكلف، بأن كان صغيرا أو مجنونا أو معتوها ليس عنده عقل، فإنه لا يشترط تصديقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه. نعم. إذا أقروا جميعا ولو كان الوارث واحد بأن هذا الشخص مشارك له في الميراث، وأنه يرث من هذا الميت، فإنه يشاركهم في الميراث بهذين الشرطين: أولاً، أن يكون المقر به مجهول النسب، وثانياً، أن يصدقهم إذا كان مكلفاً. أما إن كان غير مكلف فلا يشترط تصديقه، فيثبت حينئذ نسبه ويثبت ميراثه. نعم. وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده.
أما لو أقر بعض الورثة وأنكر البعض الآخر فإن الإقرار يلزم المقر فقط ولا يسري إقراره على غيره من المنكرين. فإذا كان له مثلا ابنان للميت ابنان وأقر أحدهم بأخ ثالث لهم وأنكر الآخر فالمنكر هذا لا يلزمه شيء وله ميراثه كاملا. وأما المقر فإن المقر به يشاركه في نصيبه بما زاد عن نصيبه، يأخذ ما زاد عن نصيبه. فلو كان له ابنان وأقر أحدهما بأخ لهما ثالث فله ثلث ما بيده، له ثلث ما بيده، لأن أصل المسألة من اثنين لكل واحد واحد، ثم أحدهم اعترف بأن لهم أخ ثالث، فهذا الأخ الثالث يأخذ ما زاد من حق المقر، ينضم إليهم ويأخذ ما زاد عن حق المقر، فله ثلث ما بيد المقر، وتكون المسألة من ستة، للمنكر منها اثنان، وللمقر اثنين وهي الثلث، وللمقر له واحد وهو السدس، ثلث ما بيد المقر، ثلث ما بيد المقر. للمنكر ثلاثة من ستة. للمنكر ثلاثة من ستة. أحسن الله عليك. يعني نصلها من اثنين فتضرب في ثلاثة في اثنين، تضرب أصلها من اثنين فتضرب في ثلاثة، نعم عدد الرؤوس، نعم تضرب في ثلاثة عدد الرؤوس فتصير ستة، يكون للمنكر من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللمقر والمقر له واحد في ثلاثة بثلاثة، نعم يكون للمقر واحد وللمقر له واحد، وهو بالنسبة للستة سدس، نعم وهو ثلث ما بيد المقر، نعم ثلث ما بيد المقر، نعم. إن أقر بأخت فلها خمسه، فلها خمسه، لأنهم لو كان اعترفوا بها جميعا، لو اعترفوا بها جميعا صارت المسألة فيها ابنان وبنت، نعم فتكون المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين من خمسة، من خمسة للذكر اثنان، لكل ذكر اثنان هذه أربعة، وللأنثى واحد، لكن هذا الواحد لا تأخذه من نصيب المنكر وإنما تأخذه من نصيب المقر، فلها الخمس، لها الخمس من المقر، من المقر، نعم. باب ميراث القاتل، نعم، والمبعض والولاء، نعم. هذا المانع الثاني من موانع الإرث وهو القتل. القتل يمنع من الميراث، بقول الناظم يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل اختلاف دين. فالقاتل القتل يمنع من الميراث سدا للذريعة لئلا يستعجل الشخص فيقتل مورثه من أجل أن يرثه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، يعني شيء من الميراث. فإذا حصل القتل نظرنا، فإن كان القتل مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة فإن القاتل ليس له شيء، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ما دام أن القتل مضمون عليه بقصاص أو دية أو كفارة، وذلك سدا للذريعة وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء. أما إن كان القتل بحق، إن كان القتل بحق يعني أمر به الشارع، كالقتل في القصاص
قتل قريبه قصاصا أو قتله بزنا كالرجم، رجم بزنا أو بحد، قتل بحد، أو قتله في دفاعا عن نفسه لو صال عليه فقتل مورثه، الوارث قتل مورثه دفاعا عن نفسه لأنه صال عليه، أو قتله في حالة قطعه للطريق، المورث من قطاع الطرق فقتله وارثه دفعا لشره عن المسلمين، أو حصل بغي فواحد من أهل العدل قتل مورثه من أهل البغي، فإنه في هذه الأحوال يرث ولو كان قاتلا لمورثه لأن قتله بحق ومأذون فيه شرعا فلا يمنع من الميراث. فضابط القتل الذي يمنع من الميراث هو ما كان مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة، والذي يوجب القصاص هو العمد، والذي يوجب الدية والكفارة هو الخطأ، سواء كان خطأ مباشرا أو خطأ بالتسبب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا، مباشرة بأن فعل القتل بنفسه، نعم، أو سببا أو تسبب في القتل، كما لو حفر حفرة فسقط فيها مورثه، أو رمى سهما فوقع على مورثه ولم يقصده فهو في هذه الحالة متسبب. نعم، بلا حق لم يرثه، بلا حق. أما إذا قتل بحق بأن أذن الشرع في قتل المورث، أذن الشرع للوارث في قتل المورث، فإنه لا يمنع من الميراث، لأن القتل المأذون فيه غير مضمون، وأما القتل غير المأذون فيه فإنه مضمون. نعم، قال: لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. نعم، إن ورث إن لزمه ضمان بقصاص أو دية أو كفارة، يعني صار مسؤولا، معناه أنه صار مسؤولا ومدينا في القتل. نعم، أحسن الله إليكم. والمكلف وغيره سواء، والمكلف وغيره سواء، إذا قتل مورثه لم يرث، حتى ولو كان القاتل غير مكلف كالمجنون والصبي، لعموم الحديث: ليس لقاتل شيء، ولأجل سد الذريعة. نعم، وإن قتل بحق قودا، نعم، أو حدا أو كفرا، قودا معروف بقتل العمد، أو حدا مثل حد الزنا بالرجم، نعم، أو كفرا، أو قتله بالردة، نعم، أو ببغي أو صيالة، أو ببغي، والباغي هو الذي يخرج على جماعة المسلمين، فإنه يجب قتاله حتى يكف عن بغيه، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر بقتل الباغي دفاعا لشره، فلو قدر أن القاتل كان من ورثة القتيل الباغي فإن هذا لا يمنع الإرث لأنه مأذون فيه شرعا. نعم، أو صيالة أو حرابة، أو صيالة بأن الباغي صال بأن المورث، نعم، المورث صال على الوارث ولم يندفع إلا بقتله، صال عليه يريد قتله، أو يريد عرضه، أو يريد ماله، فللمصول عليه أن يدفع الصائل بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بقتله فله ذلك ولا يمنع هذا من الإرث. نعم، أو حرابة، أو حرابة، والمحارب هو قاطع الطريق، قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
أو ينفى من الأرض. فإذا قتل الوارث مورثه بسبب الحرابة، بسبب أن مورثه محارب لله ولرسوله، فإن هذا لا يمنع من الميراث، لأنه قتل مأذون فيه شرعا. نعم. أو شهادة وارثه، أو شهد وارثه عليه بأنه قتل عمدا عدوانا فاقتص منه بشهادة وارثه، فإن هذا لا يمنع من الميراث، لأنه قتل بحق، لأنه يجب على من عنده شهادة أن يؤديها لأجل ضمان الحقوق، فهو مأذون له بالشهادة على مورثه. نعم. أو قتل العادل، أو قتل العادل الباغي، كما سبق إذا حصل بغي وكان الوارث من البغاة، وكان المورث من البغاة والوارث من أهل العدل، وقاتل أهل العدل أهل البغي، فإن وصادف أن الوارث قتل مورثه في هذه الحرب فإن هذا لا يمنع من الميراث. وعكسه؟ نعم. وعكسه يعني، نعم، أو قتل الباغي العادل، يعني الوارث هو الباغي والمورث هو العادل، فحصل أن الباغي قتل العادل، فهذا لا يمنع من الميراث، لأن الحرب الذي جرت بين المسلمين في عهد علي ومعاوية لم تمنع من التوارث بين المسلمين المتقاتلين. نعم. ولا يرث الرقيق ولا يورث. نعم، هذا انتقل إلى المانع الثالث من موانع الإرث. نعم. لكن قبل أن ننتقل إليه، بمناسبة منع القاتل من الميراث بأي نوع من أنواع القتل، خطأ أو عمدا، نعم، فإن هذا يدخل فيه حوادث السيارات اليوم وهي كثيرة، فإذا كان قائد السيارة هو الوارث والراكب هو المورث وحصل حادث، فإن السائق الذي هو الوارث لا يرث من الذي هلك معه في الحادث، أو أن السائق هو الوارث وحصل دهس أو صدم بين الوارث والمورث، فإن الوارث لا يرث من الذي هلك بسبب الحادث الذي هو من نتيجة عمل الوارث. فإذا كان الوارث مسؤولاً في الحادث، مسؤولاً ومداناً في الحادث بسبب إهماله، إما أنه لا يحسن القيادة، أو أنه يباشر القيادة وفيه نوم ونعاس، أو أنه لم يتفقد السيارة عند المشي، أو أنه أسرع سرعة زائدة، أو أنه خالف نظام السير، أو قطع الإشارة، أو ما أشبه ذلك، إذا كان من السائق الوارث فيه عليه إدانة في الحادث ولو بنسبة 1%، فإنه لا يرث إذا مات معه أحد من أقاربه، لا يرث منه، لأنه قاتل قتلا خطأ، وهو مضمون، هذا القتل أو هذا الحادث مضمون إما بدية وإما بكفارة أو بهما جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يرث الرقيق ولا يورث. نعم. المانع الثالث من موانع الإرث الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الرق، والناظم يقول: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني فافهم، فليس الشك كاليقين. وقد انتهينا من مانعين من موانع الإرث، وهما
اختلاف الدين والقتل، وبقي الثالث وهو الرق. فالرقيق لا يرث ولا يورث، لا يرث لأنه لا يملك ولو ملك فملكه لسيده، ولا يورث لأنه ليس له مال، ماله لسيده. نعم. ويرث من بعضه حر ويورث. أما المبعض، هذا يسمى المبعض. نعم. الذي بعضه حر وبعضه رقيق، كما لو كان نصفه حر ونصفه رقيق، فهذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. ويمنع من الميراث بقدر ما فيه من الرق. نعم. ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. نعم، هذا تقدم في أسباب الميراث، أن أسباب الميراث ثلاثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء هو أحدها، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق دون العتيق، لا يتوارث به من الجانبين، وإنما المعتق هو الذي يرث عتيقه فقط، ولا يرث العتيق معتقه. هذا هو الولاء. فمن اعتق عبدا فله عليه الولاء، ويكون من العصبة. نعم، من عصبة العتيق. نعم. وهذا ما يسمى بالعصوبة السببية. نعم، عصوبة سببية. نعم. ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. نعم، الولاء يكون للمعتق، يكون للمعتق، ويكون من بعده لوراثته المتعصبون بأنفسهم، لكل العصبة بالنفس، وهم أبناؤه وأبناء بنيه، دون بناته ودون أخواته. فالنساء لا يرثن بالولاء، لا يرثن من عتيق مورثهن، لا يرثن من عتيق مورثهن، لأن الولاء لا يورث ولا يباع، وإنما ينتقل من المعتق إلى عصبته بأنفسهم، العصبة بالنفس فقط، ولا يدخل معهم العصبة بالغير، ولا العصبة مع الغير. فإذا مات عتيق وليس خلفه إلا أبناء المعتق وبنات المعتق، فإن الإرث لمن يكون لأبناء المعتق فقط، ولا يكون لأخواتهم دخل في ذلك، لأن الولاء لا يورث، وإنما يورث به. أحسن الله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.